مرحبا بكم. ينبغي بالطبع أن نعود إلى الوراء إلى عصر الديناصورات أو ما شابه من طيور الأرجنتافيز، بحثا عن أكبر مخلوق استطاع أن يطير في السماء في وقت من الأوقات. طائر الأرجنتافيز هو طائر منقرض، يبلغ ارتفاعه 2 متر وحجم جناحيه يصل إلى 7 متر، فضلا عن الديناصور تيرودا كيتيلوس. لكن ماذا عن عالمنا المعاصر؟ هل يوجد في الطبيعة طيور عملاقة تستطيع الطيران وتعيش على الأرض مثلها مثل الإنسان؟ نعم يوجد، هيا نتعرف عليهم عن قرب. كندورا لانديز هو طائر يعيش في أمريكا الجنوبية، ويعتبر هو أكبر طائر يطير على الأرض. أنثى الصقور والبجع، أهو البطل بحق. أنثى النعام أيضاً، لأنه لا ينتمي إلى الطيور الطائرة. كندورا لانديز يتغذى على الجيف، وهو أحد الطيور المعمرة، فهو يمكن أن يعيش حتى سن 70. من الأفضل أن نتحدث عن الحجم. هنا نجد ما نستطيع أن نتحدث عنه. وزن الطائر يتراوح ما بين 11 و 15 كيلوغرام وفقاً لجنسه، ويتراوح حجم الجناحين ما بين 270 سنتيمتر حتى 320 سنتيمتر. الارتفاع الإجمالي للجسم يساوي من 100 حتى 120 سنتيمتر، مما يشير إلى كبر حجم الطائر. هناك بعض طيور القطرس ونوعان من أنواع البجع الكبيرة من بين أشكال الطيور المختلفة التي تعيش على الأرض. تتفوق على كندور لانديز في متوسط طول الجناحين وأقصى طول لهما، لكن جميع القياسات الأخرى تجعل من هذا الطائر عملاقاً من حيث الحجم، وهذا هو رأي العلماء الرسمي. النسر ذو الأكتاف البيضاء أكبر طائر جارح في نصف الكرة الشمالية، وهو أحد أذكى الطيور، وهو طائر جميل جداً. هذا هو النسر ذو الأكتاف البيضاء. يقول الباحثون أن هذا الطائر يتذكر جميع أبنائه الصغار، ويخطط للصيد جيداً قبل أن يهجم على الفريسة. لا يوجد شيء مدهش في ذلك. هذا الطائر يعتبر أكبر نسر في العالم، فهو يزن من 7 إلى 9 كيلوغرام. يتراوح ارتفاع الطائر ما بين 85 إلى 105 سنتيمتر وفقاً لجنسه، ويبلغ طول الجناحين من 1.95 إلى 2.5 متر، ويعتبر هو النسر الأكبر من بين أقرانه. هذه هي البيانات الرسمية. يؤكد بعض الباحثين أنهم قابلوا طيوراً بلغ حجم جناحيها 2.8 متر، هذا رقم كبير جداً. على سبيل المثال، النسر ذو الرأس الأبيض يمكن أن يتباهى بطول جناحيه التي تتراوح ما بين 2.3 أو 2.4 متر. البجع الدالماسي هو طائر كبير يحتل المرتبة الأولى، وهو من بين أكبر طيور البجع. البجع الدالماسي يعتبر أحد أكبر الطيور الطائرة في العالم. يتراوح ارتفاع الطائر ما بين 160 إلى 183 سنتيمتر. يمكننا القول بأن طوله يساوي طول الإنسان. أما الوزن يتراوح ما بين 7.25 إلى 15 كيلوغرام. أكثر شيء يدهشنا في هذه الطيور هو حجم جناحيها، فهو يمكن أن يصل من 2.45 إلى 3.51 سنتيمتر، أي هناك 3.5 متر من طرف الجناح إلى نهاية طرف الجناح الآخر. إذا أردنا تسكين البجع في حافلة، فهذا يعني أن الحافلة ستتسع لطائرين مفرودين الجناحين فقط. طائر القطرس هو الطائر الذي يمكن أن ينافس البجع الدالماسي في حجم الجناحين، لكن هذه الطيور تستحق أن نذكرها على انفراد. يمكننا رؤية البجع الدالماسي في البحيرات والأنهار وعند مصبات الأنهار. هذه الطيور ليس لديها اشتراطات في اختيار مكان الإقامة، شريطة أن تجد الأسماك. البجعة البالغة يكفيها في اليوم 1.2 كيلوغرام من الطعام حتى تحتفظ بلياقتها. طائر الحبار الأفريقي يعتبر هذا الطائر من أكبر الطيور الطائرة التي تعيش في إفريقيا. هذا الطائر يعيش على الأرض ويتغذى على النبات والحيوان على حد سواء، لكن هذا لا يعني أن طائر الحبار لا يستطيع الطيران. تقضي هذه الطيور العملاقة التي يصل وزنها إلى 18 كيلوغرام 70% من الوقت على الأرض، وتحب أن تتحرك سيراً على الأقدام. هذه الطيور مخيفة نوعاً ما، وتجلس عند شعورها بمؤشرات الخطر الأولية، وإذا شعرت بتزايد الخطر
فإنها تطير وتصعد إلى الفضاء. هذه المناورة لا تستطيع القيام بها بسهولة، لكن ينبغي أن تفعل ذلك، فالحياة والصحة تستحق هذا العناء. هذه الطيور لا تطير على ارتفاع عالٍ، وعندما تهبط فإنها تترك جناحيها مفرودين إلى أن تبطئ سرعتها. يتراوح ارتفاع الذكور منها من 105 إلى 128 سنتيمتر، ويتراوح حجم الجناحين من 2.30 إلى 2.75 سنتيمتر، وهذا هو ما يناسب وزنها. هناك عدة أمثلة أخرى لا تعتبر موثقة. يقول شهود عيان بأنهم رأوا هذه الطيور وهي تزن 30 أو 40 كيلوغرام. لا نعلم بالطبع كيف استطاعوا تحديد وزن الطائر. طائر القطرس. ينبغي أن نذكر طائر القطرس عندما نتحدث عن أكبر الطيور الطائرة في العالم. هذه الطيور مثيرة جداً، لدرجة أن البعض يطلقون عليها الظاهرة. لا ينبغي أن تطير دون أن ترفرف بجناحيها. على أي حال، كل شيء له تفسير. طائر القطرس لديه أكبر حجم في الجناحين من بين جميع الطيور، حيث يتراوح طولهما ما بين 2.51 إلى 3.5 متر. 3.5 متر، أي ما يعادل طول سيارة. هناك طيور أخرى أكبر حجماً. طائران عملاقان يبلغ حجم جناحيهما 4.22 و 5.3 متر. وبفضل هذه المؤشرات يمكن لطيور القطرس أن تطير في الهواء لعدة ساعات دون أن تحرك جناحيها. فهم يستخدمون طاقة الرياح التي تسمح لهم بدفعهم إلى الأمام دون أن يفقدوا طاقة على رفرفة الجناحين. طائر القطرس بهذا الشكل يستطيع أن يقطع العديد من الكيلومترات. يبلغ طول هذه الطيور من 1 متر إلى 1.35 سنتيمتر، كما أن الإناث تصغر الذكور قليلاً. يتميز طائر القطرس بالإضافة إلى الحجم بطول العمر، فهو يعيش حتى سن 50 سنة ويستمر في التكاثر. التم البواق. هذه الطيور شبيهة بالبجع العادي الذي يعيش على البحيرات، لكن منقاره أسود، والأكثر إثارة هو حجم الطيور. يعتقد أنها أثقل طائر يعيش في أمريكا الشمالية، وأكبر الطيور المعاصرة التي تعيش في الماء. يمكن لحجم الجناحين أن يتجاوز 3 أمتار. يبلغ طول الطائر البالغ 138 حتى 165 سنتيمتر، ويبلغ طول بعض الذكور 180 سنتيمتر، وهو ما يعادل طول الإنسان. يبلغ طول الجناحين ما بين 185 إلى 250 سنتيمتر. الرقم القياسي تم تسجيله لطائر تجاوز حجم جناحيه 3 أمتار بقليل. الأشخاص الذين جعلوا من البجعة رمزاً للجمال لم يقابلوا طائر التم البواق. هذه الطيور من أثقل الطيور القادرة على الطيران. قارن الأرقام. وزن التم البواق يمكن أن يتجاوز 12 كيلوغرام، بينما يزن البطريق الإمبراطور الضعف تقريباً، لكنه لا يفكر في الطيران. أبو مية. إذا كنا نتحدث عن الطيور الكبيرة، فلا ينبغي أن نغفل طائر اللقلق. إذا رأيت هذا الطائر مباشرة لعلمت كبر حجمه دون أي مبالغة. أكبر طائر لرتبة اللقلق هو طائر أبو مية. هو طائر عملاق يصل ارتفاعه إلى 150 سنتيمتر، أي ما يعادل شاب بالغ، ويبلغ حجم جناحيه 2.7 متر، وهو يعتبر أحد طيور اللقلق الكبيرة بسبب الأقدام الكبيرة التي تصل إلى 36.5 سنتيمتر. يبلغ وزن الطائر من 5 إلى 7.5 كيلوغرام وفقاً لجنسه. هذا الطائر ليس كالنعام، فهو يطير ويتغذى على الضفادع والأسماك وسرطان البحر والطيور والزواحف الصغيرة. هناك حقيقة مثيرة، وهي أن شكل طائر أبو مية جميل جداً، لدرجة أن القدماء المصريين جعلوا منه رمزاً هيروغليفياً في الكتابة الذي يشبه أبو قردان. جلديات القوائم. في هذا الفيديو تحدثنا عن الطيور، لكن ليس الطيور وحدها قادرة على الطيران. هناك جلديات القوائم التي يطلقون عليها الليمور الطائر. هذه الجلديات تعيش في جنوب شرق آسيا، وتقضي أغلب أوقاتها على الأشجار، لأن أجسادها ليست مهيئة للتحرك على الأرض. التحرك على الأشجار أفضل بالنسبة لها. تتحرك هذه الجلديات إلى أعلى عن طريق وثبات صغيرة،
معتمدين على مخالبهم الحادة الصغيرة. هم يقضون أغلبية النهار في التعلق على الأغصان، في الليل تهتم بالبحث عن الطعام، لكن جلديات القوائم جاءت في قائمتنا ليس لهذا الأمر، فهم يستطيعون الطيران. بالطبع ليس بالمفهوم العادي الذي تطير به الطيور، فهي تستطيع الطيران من شجرة إلى شجرة أخرى قاطعة مسافة 150 متر خلال قفزة واحدة. كل هذا بفضل الغشاء الجلدي السميك الذي يربط جميع أطرافها بالذيل والرقبة. يمكن أن يصل طولها إلى 40 سنتيمتر، مما يجعلها من أكبر الثدييات.